وفيه ظلم وفيه تشهير، معناها عليكم طالب من جميع الناس اللي طالعة تبارتاجي للبث. جزاكم الله خيرا، بارتاجوا للبث، بارتاجوا للبث. ولا نقول لكم انا القصة بيدي انا، سيد محمد جبرته وجبرت محمد والبون محمد بوننا، معناها عليكم خلق فيه ياسر من ظلم وياسر. عموما ذا خلق ما شيء امر بسيط وخطا يخلق ومشاكل يوقع فيهم اي مسلم مولانا واي شيء، معناه انه الارقام شاف سيدي يكتب ذا النوع ما هم خالقين، ما انزل الله بهم من سلطان. اسمه محمد بالله، انا بالمناسبه ما عندي معاه صحبه شخصيه، صاحبه بالنسبه للمجال، يلقى شخص طيب شخص محترم، ما هو بنضي ما هو له مشاكل، شخص عنده مكتب بالمجال الفني ما فيه فضه، الناس ما هم جابرين باش يعيشوا، خالق ممثلين يباتوا في الخلق. نعطيكم انا بوزاره الثقافه ما يصد عليهم ضغط عاده الشيء من بنضيات وشيء من لصوص. لو كنا في دوله والله في وزاره تحترم الممثلين والله تحترم المخرجين ما يعود الحال. ذي اول مساله. ذا الراجل ما هو مجرم ولا هو متحايل، راجل عنده مكتب دايره مع التمثيل، بالتمثيل خالق لايف كل سنه كل رمضان، وذا ليش برقع لا عادي ما يعيش ما يصير له هو شهر. ذا مساله زي قرقع ما نشهد اخبار وزاره الثقافه ولا اي شيء. ذا الراجل عنده مكتب سابق كورونا عدل، عنده مده يمثلها في الامارات، يمشي لهم قرداية شوفيرات شي من الامور ذا كيفهم. سينا كونترا مع واحدين وطاو على فانس صامي لوقية وقرابة شي 40 رقاش، جات كورونا ونقفل الموضوع. ديجا المكتب اللي في الامارات باعتبر قرعته وبقى عنده قرعة المكتب لهنا، لان هو مات له موجود. بدا يخلص الناس شوي شوي، كل حد يعطيه فوتو، كل حد يعطيه فوتو، كل حد يعطيه فوتو. المهم على الناس دفعوا شهر، بقى منهم 11 ولا 12 رقاش حسب اللي وصلتني هذه المعلومات الاكيده. تم لا يخلصهم اللي بقاو الاشخاص هما، عادوا لا محامين عليهم ما هو متحايل عليهم. دخل الاخ موسى والمخيطرات وخلص منهم 7 الباقي منهم اتصل تانا فؤاد محمد والبننه، والباقي منهم اي شخص يسال خويسر همه اي بوها متوقف به فؤاد والصرع على رقبته، وفوتهم موجوده دور نمشيها لاي اي اي شخص مشاه لي محمد بوننه بيلي شخص مشهود له بانه مسقم بونتو متوقف انا بها. يسوى مبلغ كم؟ مع عند الفوقية الى 5 مليون متوقف انا بها. مع انه هو قاعد قال لي بقات الله 15 رقاش اللي هي 1 مليون 500 متوقف انا بوقات فيها. في 6 بيرسون قاعد توقف فيهم الاخ موسى والمخيطرات والباقي مخلصوا انا عنه. معناه اعلن هذا الخلق اللي هامت الخلق اللي لاهي شتفه فيه ما يتواسى. هذا ممثل يضحككم في رمضان وله لص وله بندي وله مجرم. الظروف حكمت على انه يعود ذكيفه به اللي هو عنده مكتب ويمشي الناس الامارات، وخصوصا كان يشتغل في الامارات وتعثر عادي مو اكبر من قدو. التشهير به في فيسبوك واعوذ بالله وملاح وكذا نو، هذا ما هو يا الله ولا هو صالح. ذا شاب واخطا، كتبت سيدي على انه هو واكت مليون ونود تحايل لما رمضان. الشباب فري يدور يقيس في الامارات ويدور يقيس في اسبانيا. المهم انه هو خلص منهم شي 30 بقات 11 ولا 12 رقاج ولا 14 حسب الاحصائيات. انا الى قبيله اللي له ساعه شوي من اليوم ما طلعت في الموضوع ولا تكلمت فيه. اتصال الاخ موسى والمخيطرات بمحمد البننا ديجا فاتوا جاوه 7 الواقيج توقف بهم موسى والمخيطرات، 4 جاوا وراك والله 5 والله 6 متوقف انا فؤاد بيهم. فولتهم موجودة الحين، أي بوها جاتني لا مشي ولاها فولت على بنكيلي ولا ندرنا جزاء ولا شكرا. يا قال التشهير بالناس ما يتواسى. الراجل ما هو مجرم وله بنضي يشير، عنده بارتي بزنس بعيدا عن الفن كيفنا كاملين عايش منها، عنده مكتب كيف جميع المكاتب قبال الواقي سنة معهم كونترا طاوه 100,000 فوقية اللي يبوت يمشيهم يعطوه 600,000 فوقية. جات كورونا انقفلت مات لحد ماشي يسوى هو من هو، بدوا يطالبوا فوتهم مكتب الامارات فاتك بالفوتو نسبته والنسبه بعض منهم شات في الاجراءات الورقيه كيف ليفي دو كونت وتاخذ فيزا وريزرفاسيون دوتيل مش كيفو. عاد الخلق يطالب فوتو هو المرزي هو ما عنده طاقته استيعابيه قد يخلصها. المهم على انه خلص القاد يخلص منهم ما اعلم به احد، بقات له 11 ولا 12 رقاج اضطر تقتلوا. عاد كانه محايد ما هو متحايل. الموضوع انقفل هون، السبعة يتوكل فيهم موسى والباقي متوكل فيه فؤاد والصفرة
فالتو موجوده وحد يقفل الموضوع وتاشويد الناس وتشهير بيهم ما هو يلا بدل من تكسح وزاره الثقافه وتكسحون انتوما عليكم تباركين مع ممثل كوميدي تفتحوا تشتفوا فيه الممثلين يسرقوا ما شايف حد عليهم واذا بتشبشبوا ما شايف حد بيني ما معطي لهم قيمه لا المجتمع عطيهم قيمه ولا وزاره الثقافه فوتهم تنطالهم ديالتهم يدعموا بها يدعموا بها جهات غلط المسرح فوت وتنتكل والدراما فوت تنتكل بدل يعودوا يشهروا انتوما متباركين معاه سيد محمد بالله يعلم مليون ومليون شوي ما تباركم على الرجال كالوا عشرات الملايين والمسؤولين في وزاره الثقافه كالوا عشرات الملايين والناس اللي كالت مئات الملايين من وزاره الثقافه بهتانا وظلم اذا ما يتواسى ولا ينفع الف تحيه لك سيد محمد بالله دي ازمه بسيطه تتخطى بالمناسبه ما بيني معاك لا كرم العلاقه ما قصدت معاك انا اعرف انك شخص طيب وشخص من المجال وضحكت وضحكت تركتنا واخوتنا واصحابنا تابع ما اخسر شيء ارجع وصور وضحك المسلمين وضحك المواطنين في رمضان ودير علينا بسمه جزاك الله خيرا ووضعتك لخير حافظين اذا بسيط وسال شوي فضه ما هي مهمه وهو ساوي حد يخلص عنه يقال سابق يدخل هو ازمه كيفه الصبح لا يدخل فيها عمار ويدخل فيها زيد معناه مئات الملايين وعشرات الملايين اللي ينسفوا في وزاره الثقافه موجهين للمسرح وللدراما وللفن بصفه عامه لو كانوا وصلوا لهم هما وخلقوا بروجيات محترمين ما يفصل في حد يسوى من هو ولا يعود هو عنده شغله لازم يعود واحد لفنه يقدم فن محترم فن راقي ودعناكم لخير حافظين الموضوع انقفل